قدس البابا، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة إن شاء الله سعيدة علينا كلنا. كل سنة وانتم طيبين، ليكم كلكم، لكل الناس، لكل المصريين، لكل العالم. كل عام وعام سعيد وعيد سعيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه إن يخلي العام ده نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله تقريبا من 2020، ويعني الظروف صعبة والأزمات صعبة، ونتمنى حتى الأزمة الكبيرة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا. أنا مش عايز أتكلم في مشاكل ولا حاجة، ده عيد وإحنا جايين عشان نشارككم فرحتكم ونهنيكم ونتمنى لكم كل خير. فلكن على كل حال يعني إن شاء الله إن السنة دي تبقى سنة سعيدة علينا كلنا.